صباح النور، تحية لكل مشاهدي توس رقمية وتونيزي نيميريك. العادة نجيكم من أسواق الجمهورية التونسية، نجيكم آخر أسعار الخضر والغلال. جولتنا اليوم نجيكم من سوق ببزنيز، نعطيكم فكرة على الأسعار. نبدأ بجولتنا بأسعار الخضر. الطماطم كما تشوفوا دينار 180، الفلفل المسكي 3400، البطاطا دينار و600، معنا من هنا زاد الطماطم 800، والفلفل الحار 1600. نمشيو للوبي الموجودة اليوم كيلو 5000. كما تشوفوا ربطة البصل ب 1500، معنا هنا من الفلفل ب 1800. نمشيو توا لأسعار الدجاج، الدجاجة ب 7500. بالنسبة لأسعار الأسماك، الدورات 19 و400، قاروس 20 دينار و800، تريلي 9800، شور 9400، المرجان 9400، هنا شور 5800. ونختموا جولتنا كالعادة بأسعار الغلال كما تشوفوا 3000، لانزاز كيلو لانزاز ب 3000، المادرينة ب 2400، وعندنا الدقلة لهنا كما تشوفوا ب 2400 كيلو الدقلة.